بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. تم بعون الله تعالى تشكيل كتيبة ذو النورين في الغوطة الشرقية التابعة للواء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نصرة لشعبنا السوري الأبي البطل، ولإحقاق الحق وأبطال الباطل، ولكسر شوكة هذا النظام الظالم، ولرفع راية الحق. عاشت سوريا حرة أبية. تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.